أعلنت جامعة الإمارات فرع العين افتتاحها مركز العلاج والتقييم الخاص بتوفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما ممن يعانون صعوبة في النطق والحركة. الزميل ربيع أبو حسان لديه المزيد من التفاصيل. بعد التصفيق له، محمد الطالب في جامعة الإمارات العربية المتحدة وأحد مبدعيها، على الرغم من صعوبة النطق عرف بنفسه متفاخرا بإمكانات الجامعة التي احتضنته ودعمته، ولأجله ولأجل من يعانون كمعاناته افتتحت وحدة التقويم والعلاج الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتكون جسر المبدعين أمثال محمد إلى الحياة. أنا يعني بديت في العلاج واحد العلاج والتقويم من 6 أسابيع. في هالمقام أقوم بتمارين لتحسين النطق، تمارين لتحسين حركة المشي. فكرة الوحدة بدأت بتدريب طالبات قسم التربية في جامعة الإمارات على أسس خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم، ودعمتها إدارة الجامعة بأجهزة لا غنى عنها في هذا النوع من المساعي الإنسانية. دعمتنا إدارة الجامعة وإدارة الكلية بمجموعة أجهزة لا غنى عنها في التقييم والعلاج لذوي الاحتياجات الخاصة، منها أجهزة جهاز لقياس الخنف، منها جهاز لقياس حركة الأوتار الصوتية، منها الجهاز للتحليل الفيزيائي للصوت والكلام، ومنها لقياس التنفس. كل هذه الأشياء مترابطة مع بعض وتخدم فئة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة. مركز قام بجهود إدارية جامعية ترافقها جهود المؤسسات الإنسانية، وهو إنجاز جديد يضاف إلى الاستراتيجية الإماراتية الساعية إلى التغلب على الإعاقة والخروج بأجيال تقهر الإعاقة وتحيا في مجتمعاتها حياة طبيعية.